ام تي في مثل ما عودتكم انه تواكب كل النشاطات الثقافيه والفنيه بلبنان. اليوم حديثنا مع السيده نهلة هيكل الخازن عن عوده مهرجانات غسطه هالبلده اللبنانيه العريقه اللي بتستحق انه تكون مهرجاناتها مميزه وبتستحق اكيد الزياره لما فيها من مواقع تاريخيه مهمه ودور كمان بالمجال التربوي بلبنان والشرق. سيده نهلة هيكل الخازن اهلا وسهلا فيك. واهلا وسهلا فيكي ببيتك بالام تي في. ميرسي ميرسي. انا اول شيء بدي اتشكر الام تي في لانه يعني دعمها لو شو ما عملنا ما فينا نكفيهم لانه حاطين فعلا دعم قوي مشان نوصل الرساله اللي نحن بدنا نوصلها بالفستيفال تبع غسطه. وبدي اتشكر اكيد ميشيل المر لاعتبارات اذا بدك غير انه هو فاتح للمهرجانات وهيدي شغله نحن كثير بنفتخر فيها لانه لما تفتح للمهرجانات او لما تدعم مهرجانات يعني انت عم تدعم بصوره خاصه الصوره الاخرى عن لبنان اللي عم نشوفه اليوم. عم تدعم السياحه، عم تدعم الثقافه، عم تدعم الفن، عم تدعم المغتربين انه يجوا على المهرجانات، مش عم تدعم يعني قضية هيك بتمرق مرور الكرام، لا، لما نشوف هالكم من المهرجانات على شاشة الام تي في، يعني في قضية الام تي في متابعتها، وأنا في عندي رابط طبعاً أنت قلته رابط معنوي بيربطني كثير كبير بالام تي في، فيعني رغم هالشيء ما في غض النظر عن إني أشكرها بكل مكوناتها يعني لانه عن جد تعبوا معنا وعم بيتعبوا معنا مش بس انه عم بحطوا كل جهدهم انه يوصلوا الصوره اللي نحن حابين انه نوصلها عن فيستيفال غسطه عن مهرجانات غسطه. طبعا الرابط المعنوي والرابط قلبي هو بيربطنا كلنا ببعض. الشيخ خليل الخازن الله يرحمه طبعا يلي خسرناه من 6 سنين طبعا تقريبا عضو مجلس اداره في الام تي في وصديق صديق الكل طبعا هي هي وهو حاضر اكيد معنا. شهادتي مجروحه بالام تي في بس ما بيمنع انه ما في امرق وغض النظر عن انه الام تي في محطه بنشوف حالنا فيها لانه هي بتحمل هموم المواطن يعني انه ما بقى محطه بس عم تشتغل على انه يعني الربح المادي والتجاري يعني بتطلع بتلاقي انه الام تي في بتحمل قضايا مثلا معني فيها المجتمع المدني الشيء اللي ما كنا نسمع فيه قبل يعني قبل ما كان في شيء اسمه مجتمع مدني باذهان الناس يعني مين المجتمع المدني يعني لا بتاخذ القضيه وبتروح فيها على الاخر واوقات بتوصل كثير لنتائج وهيدا بيعني انه هي حطت سلوغان انه الام تي في لك انت يا مواطن ومظبوط هي عم تشتغل على هالمواطن اللبناني اللي طبعا مش بايده شيء يعني فشغله عن جد محطه بنعتز فيها غيرت الصوره مفهوم التلفزيونات اللي اذا بدك كنا عم نشوفه من فتره يعني لهلا انه التلفزيون كمان الاعلام هو مساج يعني بدي يوصل مساج مهم والام تي في عم تشتغل على هذا الشيء فاكيد مشكوره مشان هيك هي الاولى اكيد مشكوره طبعا اكيد مشكوره اكيد سيدي هيكل الخازن بدي احكي معك عن غسطه اللي كان فيها مهرجانات سابقا واليوم رجعت هالمهرجانات بلجنه حضرتك بتترأسيها ورجعت بزخم والملفت انه يعني من اول سنه هالقد المهرجانات كبيره هالقد مميزه خلينا نحكي عن بلش نحكي عن غسطه نرجع ولا على المهرجانات خليني اقول لك شو لا ما فينا نمرق على المهرجانات من دون ما نقول عن غسطه لانه طبعا انا بنت غسطه يعني وهيدي ضيعتي وبشكل طبيعي انه يكون عندي هيدا هالاندفاع او الحنين انه احكي عن ضيعه ما فيك ما تفتخر فيها يعني غسطه عندها تاريخ عريق على الصعيد التربوي عريق على الصعيد الثقافي عريق على الصعيد الديني على الصعيد السياسي يعني منا ضيعه بتمرق مرور الكرام ابدا يعني على سبيل المثال اذا بدك تحكي تخيل انه اول مدرسه بسوريا ولبنان حتى ما اقول بالشرق يعني كانت مدرسة عين ورقة واللي هي بغسطة بضيعتنا تأسست وما زالت لليوم
مدرسة خرجت بطاركة كمان وشخصيات مهمة جدا ومطارين وشخصيات لعبت دور كبير بالسياسة. يعني منا شغلة يعني عم تحكي على صعيد التربوي شغلة انه منا لعبة انك انت تكون ابن هالضيعة اللي طلع منها. ومدرسة عم بقصد كمان ما تنسى بوقتها كانت المدرسة اللي عملت النقلة النوعية من يعني للمدرسة الحديثة، يعني من المدرسة تحت السندينة للمدرسة اللي بنعرفها اليوم طبعا بتطور. فهذه شغلة يعني نحن بنفتخر فيها. من وراها يعني بسبب هالمدرسة تأسس ثلاث أكبر معاهد بوقتها. يعني تأسست مدرسة عين تورة، تأسست مدرسة الرسل وتأسست المدرسة الوطنية اللبنانية ببيروت. يعني منا يعني هالقد كانت شغلة كبيرة يعني، وطبعا وما زالت. وكان الأديب الكبير بارون عبود يسميها سوربون الشرق. هالقد شغلة يعني تركت يعني عملت امباكت كبير. يعني منه لعبة انه بهديك الايام انه اول مدرسه تكون انت بضيعتك. يعني اكيد هذه ثوره، هذا من حظنا. اكيد هذه ثوره الحرف المستمره. صح ويلي اللبنانيين بيجيدوا لعبتها منيح. بعدين عفوا بس بدي اقول انه غصتها فيها عائلات كثير كبيره، عطيت لبنان كثير عائلات طلع منها رجالات السياسه لعبوا دور كثير كبير على الصعيد الوطني، وعائلات طلع منها بطاركه مش يعني منا ما يعني منا شغله هينه. وغصتها فيها يعني عدد مهول من الكنائس والاديره اللي عندهم تاريخ حافل ما راح نعددهم مشان ما ننسى ومشان ما نكون عم نقفي حدا. بس هدول كلهم بخلوني انه انا يعني قبل ما اوصل على فكره المهرجان حس انه يعني بدي احكي شوي عن هالضيعه اللي تاريخها حافل. غير بيت الخازن اللي بيحمل سطرح البطريركي، وخاصه وقت الانتخابات هن وقت انتخابات بطرك جديد. لا انا عم بحكي عن عائلات غصتها، في عائلات طلعت بطاركي. اكيد اكيد غصتها، لكن حكينا عن اهميتها بالناحيه التربويه الفكريه والروحيه في اكثر من معلم ديني بغصتها. نعم. مميز من كنايس وأديار، واللي بيطلع غصتها قريبه 6 دقائق عن الاوتوستراد ماكسيموم. غصتها يعني طريق حريصه طبعا. ونحن هلا اذا بدنا ننتقل لفاز المهرجانات بس لسهل للعالم قل لهم انه نحن عاملين كل التسهيلات مشان المواطن يكون مأمن له كل شيء حتى نقدر نكون نحن يعني ريحنا. وعملنا هالمهرجان بال اذا بدك المتطلبات والكريتير اللي عم بيصير اليوم على صعيد المهرجانات الكبيره باكبر مدن. يعني مشان هيك تعاقدنا مع ايس ايفنتس، هي مستلمه كل شيء تنظيمي ولوجستي ومهتمه بالمواطن من ساعه ما بيوصل على باركنجات غصتا مشان يركن سيارته لحد خروجه. يعني هيدي القصه لاقل ديتاي شغلين عليه طبعا. يعني ممتاز. وين عم بيصير المهرجان؟ بساحه الميدان اللي هي معروفه ساحه الميدان بغصتا. هو في شغله كمان كثير اساسيه لازم اذكرها، انه نحن هيدي صحيح اول سنه من نعمل مهرجانات، هلا بعد ما اسس اللجنه الجديده لجنه ما عمرها 3 أشهر يعني او 4 أشهر، وحطينا كل جهدنا لانه نقدر نعمل شغل على المستوى المطلوب. يعني بما معناه انه اول شيء حطينا سلوغان انه بدها يكون سلوغان تبعولنا انه تحيه حب من كسروان الى لبنان، يعني حتى نرجع نرد ضيعه غصتا على الخارطه السياحيه اللبنانيه. هيدا كان يعني الهدف الاساسي. فاولا بدي اتشكر كل اعضاء لجنه المهرجانات لانه هلا انا بعرف قد ايه هن عم بيتعبوا، عن جد عم بيتعبوا بشكل ما انه عادي ابدا. بس اللي جمعنا شغله كثير اساسيه هو انتمائنا لضيعتنا طبعا ولا منطقتنا. تشكلت اللجنه وحطت بلان وتعاقدنا مع ايس ووصلنا للمطرح اللي هو اساسي طبعا، التمويل. التمويل من وين بده يجي؟ لانه انت عامل شغله كثير كبيره وانت ما عندك استوريك، يعني تتقول انه انا بتعرف لما نيجي حدا يعمل انه يكون سبونسر ياخذك او هي بده يعني ياخذ ويعطي. فنحن ما عندنا شيء كنا بوقتها انه نعطيه، يعني غير انه هدول المؤسسات والشخصيات واللي ممكن يكونوا وقفوا حدنا واللي انا
قد ما تشكرتهم بيكون قليل. يعني إذا بدك العامل الأساسي كان الثقة، إنه بدهم كمان هن يشوفوا وجه لبنان اللي نحن حابين إنه نشوفه، مش وجه لبنان الزبالة، وجه لبنان الفراغ برئاسة الجمهورية، وجه لبنان المشاكل اللي عم بتصير، لا، وجه لبنان المهرجانات واللي عددناها قبل، يعني الفنانين والفرح والبسط فحطوا ثقتهم فينا، وهن مشكورين كتير لأنه وقت ما حطوا ثقتهم ما كان في ضمان للمقابل. هلا أنا بتأمل إنه بعد ما يصير المهرجانات كنا إحنا عطينيهم حقهم. أكيد أنتوا الضماني ونجاح المهرجان ضماني. أنا خايف يسرقنا الوقت إيه؟ وإذا بتحبي تشكري بدك تشكريهم ونقول طبعًا. للناس اللي بعد ما عرفوا مين في مهرجانات غسطة. طبعا أول شيء بدي أقول إنه بمهرجانات غسطة في عنا ب 28 آب سلطان الطرب جورج والصوف، في عنا ب 30 ما في مثله شو، وفي عنا ب 31 آب هو عشاء قروي تقليدي، هيدا بس عشاء يعني بس محدود لأولاد الضيعة لأنه هو تقليدي وكل الضيعة بتجي بتجيب أكلاتها وبينزلوا وبيتشاركوا الفرح، وهي يعني منه مفتوح، يعني منه هو مجاني وضمن تقاليد الضيعة فولا، يعني بس ما بيستقبل غربية، بس نحن غربية بعتذر على التعبير بس انه ايه لا مش هيك قصدت، انه بس لانه حتى من اولاد ابناء كسروان ما بيجي حدا، مش غير هيك المقصد، انه بس نحن جايبين توني حنا وبلال ذا جيبسي برنس مشان يحيي الليله، هيدا بما يختص السكادجول تبع المهرجانات. بس انا كثير بشكرك انه انت عارف طبعا سلس، انه انا بدي اتشكر السبونسرز. اول شيء في البلديه اللي هي طبعا حاطه ايدها بشكل مطلق، يعني معنا ما في مرقه مرور الكرام، في وزاره السياحه ومعالي الوزير فرعون اللي متشكره كثير على رعايته، في وزاره الثقافه معالي وزير روني عريجي وكمان بتشكره كثير لرعايته، وفي مؤسسه الوليد بن طلال السيده ليلى الصلح حميد اللي قد ما تشكرتها بيكون قليل، مش للدعم اللي ممكن يكون كلهم يطرق على اذهانهم لانه مؤسسه الوليد بن طلال، لا، لانه للدعم المعنوي حتى اللي عطيتنا اياه اللي ما في اقول لك قد ايه قوينا. في عندي بلس بروبرتيز، في عندي البنوك اس جي بي ال بنك، في البنك اوف بيروت، في ليبانو فرانسيز كمان بتشكرهم كثير كثير لانه يعني هن كانوا دعم اساسي. وهون في عندي ابنيه اللي هي كونتراكتنج، في الأستاذ مارون حلو، نعم. أنا بدي وجه له شكر يعني ومستحية، ليه؟ لأنه هو ابن الضيعة ومعني بهيدي الضيعة مثله، وهو من أول يوم حسسنا أنه هو شريك أساسي بهذا المهرجان، يعني أنا فعلا يعني مبسوطة لهالتعاون أنه نحن حطينا إيد وحدة كلنا، وما كان في يعني ناس يعني اذا بدك معارضه، كان في اجماع على هيدا الموضوع. حلو. في الاندفكو الاستاذ نعمه فريم كمان طبعا بدي اتشكره كثير لانه وقف حدنا ولانه ايمن بهالشيء، وهو ايمن اصلا من قبل وبروف اني الشغل اللي عم بيعمله ديجا بجونيا. في عنا الالكا جروب، وبعدين في مجوهرات الجميل، في كولان الانجري ماري فرانس، في الجنرال بينتينج، وفي بنك كريدي ليباني، وطبعا اغاني يعني، والام تي في شكرناها كثير. ايه طبعا بحب اقول بس شغله انه في عندنا فيسبوك بيج اسمه غسطة فيستيفال، وفي ويب سايت www.غسطة فيستيفال.com. سؤال اخير، البطاقات من وين؟ فيرجن تيكتينج بوكس اوفيس. سيدة نهلا هيكل الخازن، شكرا كثير لحضورك، كل التوفيق وموسم مبارك، ان شاء الله غسطة هيك بتكون منوره كسروان وكل لبنان. اهلا وسهلا فيك. ميرسي بوكو. اهلا وسهلا. رح نروح على وقفه ونرجع من بعدها مع رانيا تتعطينا فكره عن برامج الام تي في. خليكم معنا بس سؤال كيف.